يلا روح روح لا 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 بس طلعت No.
تعال حطها بوله تلعب فيه وين تلعب فيها لان النادي هاي يمين وسعد ايوه صعب بتجيبها والآن شو هذا صعب بتجيبها ولا قاعد تجيبها هاي المشكله هذيك من جوا الخط نفدنا حلو بالصبح حلو ارجع 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 بالصبح قدم لغاد لا والله كيف والله ما نعرف بيجيبها هاب 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 ه
يمين وسعد. ايوه صعب بتجيبها والآن. شو هذا صعب بتجيبها وانا قاعد بتجيب هاي. ونار الفيديو على هذا حريق. حريق الله عم بتعيد شكله. لا عليه مين هو؟ الصبح سوق شرس. اليوم السوق بيلعب شرس. امبارح يتموضع منيح اليوم. شوف كورة خطيرة كورة خطيرة. خلص شوكلك خلص شوكلك. يا زلمة أيوب تستنى فيه يا ترجع الطابة يا زلمة. اثنين واحد على هذا الكواب؟ الهم هذا بس جوالك اللي بس. طب كده كده ساعة مش عشان نبدل جوال لا على ظهري في الطابة. أنا على فكرة مش على ما يرون. جورن احنا ساعة بلشنا يا بمجد شغلنا المول هم شغال كلها. والله العظيم والله العظيم ما هي شغال. واللي زي والله لو بدنا شغال بنشغلها. والله الغاليون اول ما جبناها وهذا شغلناها بجوز يومين كاملات وهذا ما تشتغل. بدها غاز يعني معقول؟ بدريش يا احمد كلا هذا. برا يا ولد؟ نعم جيتو؟ جبتوها؟ تعالوا. بعدين شباب شوط اول اللي خالص 10 دقائق. بدل شوط اكليب يا شباب اكليب زمان نزلت الطابه مره ثانيه هنا زدتوها على المدرسه ماشي شو لا 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 ما شاء الله تعالى وركب قدام الطابه جهد العب وقف قدام الطابة لازم محل ما مسك الحارس مزبوط شو محل ما مسك الحارس لا بقول وقف قدام الطابة لحظيك مش مسك الحارس العب وياه هاي الثاني ما عشان فيك اكل ثلاثة شوط عليهم الصبح هذا برضه صار له سلام بيلعب شمال خليك تروح سبب صحيح مجار في كل خمسة مش لاعب مجار خمسة مش لاعب لا هو باك اللعيب باك اللعيب يلعب مسكوها رجع حارسهم عادي مسكوها احنا قوانيننا غير هو صار فترة بدش صح راحت بالباله حكى على الصبح انا غريب يعني لو انا محله برضه ما بمسكش نفس الشيء يعني صار لي فترة اكيد زمان مش لاعب الصبح ايوه كمل 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 هات بس ما معك يطلع برا مش راح تلعب ابو الصبح اكله بالسياره بالسياره استنى الله يقصدك هذا الصبح خلينا بدك مو بعض تخيل لا شوف جاهز اسكت عني جاهز نور كرر يا اسامه حبيبي الله يك شو الكلام والله
لعب شوف صبح اليوم من برا فيدك صور وردي تعال قاعد قاعد يا وردي قاعد قاعد فلك والله ولك يوسف عشان تشوت صبوح صبوح يا شباب هيك هيك صبوح عاد برمج العب 3-0 اليوم بالمره كله احسن كله بصبح اليوم بالمره وحط الجول في حاله حلو 3-0 حارك عرضها كان شيء يركز ويحسب ومش عارف راح اروح اطلع برا اعطوه يطلع بعد يوخ شايفه ماسكه فكرت حد يا أيوب طبص الوردة طبطش فيه لا
اطلع معاه طيب. قول بحاله راح عليه انا هو الصبح في 90 كم اسنان صور اخرى يا رب الصبح ورد ايوب لو بحكي بحسبت لك اياها فاول اوكي تحكي فاول بقول لك مشي انت رتب صفوفك يا ابو الصبح مش نافعه هيك خمسه صارت لوين انت ترجع يلا يا وليد يا ابو الصبح ارجع امك ان شاء الله ارجع ثبت وتوفيق وحذيفة ورا احسن لا اسامه بطلع حوارك اسامه بقول مخلص اليوم صار حاطط ثقوال هو الوحيد اللي عارف يقول فيهم توفيق طول عمره بيلعب ورا يعني حذيفة منيح ورا مش عارف لازم نط قبلها ايه جميل جميل يا جميل ما
عبي ولك عبد ليه هيك خمسة بقت أربعة عصق أولي خمسة بقت خمسة أول شيء أبو الصبح رفعها لأسامة في راسه صارت أربعة بعدين هسه أنت قولت وصار مش عارف عليك رفعت وجهك أبو الصبح آخر شيء خبيثة أبو الصبح العطل لعب ليش هيك زي متعبانين جزء من الحمل مش عارف زي متكارف في الملعب في ايش برا Yeah, but I'm not sure.
الصباح. شد حالك يا ابو الصبوح انت الثاني. ايه الجهاد معكم محمود كل ما فيها معهم. جهاد معكم محمود معكم محمود معكم جهاد. ايش تفرق كيس؟ والله ما تفرق. تفرق سيف اوه كل ما فيه. لا طافي باكي. اصل الشباب وين الطابع؟ من شايف المباراة بين النجمين ايمن ايمن المباراة بين السوق الصباح ولا قرفها شوي هات طاب يا ولد. خفت تعالوا حذيفة شايف شايف راس راس الدنيا جول
هاي أربعة. مين؟ واضح هذا. منيح والله، والله منيح. فرق اللي تحت تعبان. فرق اللي تحت تعبان. لا والله بس التكسير مش مزبوط. ايوه بالضبط. هم تبش تنصير. كل ما فيها لازم. لما هم يزيد، لما هم يزيد تفرق. لا جهاد محل محمودة كل ما فيها. كالبين. برضه مش هيك يزيد يا عمي. بقلب شوي ما لو ما هم. كثير بقوة بدونه عادي. بس بحرك الليل اخر ما فاز بدون الوزير. طبعا بس مين مكان هو لها اول شيء حارسنا ضعيف معهم كواريك مش كواريك اللي مش جابوا كواريك جابوه جهاد جابوه ولد صغير عبجز انا مجيتش انا مجيتش كواريك هو شب صغير باسل وحارسهم بك احسن من حارسنا اول ثلاث شوتات من كواريك فتنقول بالضبط تمام علم الحركه